ساهم مساهمة كبيرة، يعني هو أنه القصد أنه يحصلون على راتب الرعاية، لكن أكو إلى فد وقع نفسي على الأسرة، على الطفل، على الزوجة، على علاقتهم الاجتماعية. يعني هم نفسيا راح يحسون أنه علاقتهم صارت مصلحة. ليش؟ لأن هم يعني منفصلين بس على مود راتب الرعاية، هم باقين أزواج. هذا نسميه، إحنا نسميه الطلاق الصامت. يعني فإلى كلش وقع يعني على علاقتهم الاجتماعية، بعدين هو شرعا وقانونا محرم هذا الشيء.